السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ نتمنى كامل تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. كما راكم تشوفوا وصفتنا نهار اليوم راح تكون عبارة على خبز همبرجر، وصفة ناجحة 100%، وخبز راح يجينا كيما تاع برا، خفيف بزاف بزاف وقطني. لازم برك تبعوا الخطوات، اكيد راح ينجح لكم وتعجبكم الوصفة. ما تنساوش حبيباتي الا عجبتكم الفيديو تاع نهار اليوم ضغطوا على زر لايك. بلا ما نطول عليكم نفوتوا للمقادير. نحتاج 500 غرام تاع فارينة، مغرف كبيرة تاع السكر، مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، ملح، نحتاج 2 مغارف كبار تاع زبدة، وحليب باش نلمو العجين. في إناء حطينا الفارينة، زدنا لها السكر والخميرة وزل الملح، خلطنا كامل المقادير الجافة مع بعض، وبقينا نلمو فيها بالحليب بالتدريج حتى نتحصل على العجينة تكون متماسكة. هنا بعد ما لميت العجينة حطيتها على طاولة العمل ودلكتها شوية، وهنا نزيد عليها 2 مغارف كبار تاع الزبدة وندخلهم في وسط العجين. كما راكم تشوفوا ندخل كامل هذيك الزبده في العجين، غادي تخرج لنا ديرنا حاله في الطاويله، بصح راح تتلم وحدها من بعدها، تجينا عجينه ملساء وبنينه، الزبده راح تعطيها بنه وتجي خفيفه وقطنيه. كما راكم تشوفوا هنا صار تلمت لي العجين، نبقى ندلك فيها شويه حتى نحسها ملساء. هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها. هنا راح نقسمها كويرات، راح ندير حبات كبار، كل اخت على حسب ما تبغي، نجمو نديرهم ميني برجر، كل واحد على حسب ما يحب. هنا انا داروا لي 8 حبات كبار. كما راكم تشوفوا جبت صينيه درت عليها ورق زبده، وحطيت الكويرات فيها. وهنايا جبت صفار تاع بيض درت عليه شويه تاع حليب ودهنت كامل الحبات. وللتزيين نحتاج سانوج، وعندي سمسم. كما كنت تشوفوا انا خلفت درت حبات من السانوج وحبات من السمسم. هنا بعد ما كملتهم نخليهم بجيه حتى يخمروا لنا ويتضاعف الحجم تاعهم، ومن بعد ندخلهم الفرن. شوفوا هنا بعد ما خمرت لنا كيفاش ولات ضعف الحجم تاعها. هنا الفرن كنت ديجا مسخناته من قبل، حطيتهم يطيبوا لي من تحت، كي طابوا من تحت حمرتهم شويه من الفوق. شوفوا هنا بعد ما خرجتهم من الفرن كيفاش يجي، هنا راه عاده حامي، خلوه حتى يريح ونقسموه. هذا هو خبز البرجر تاعنا، شوفوا كيفاش يجي خفيف وقطني، الملمس تاعه ناعم. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا نهار اليوم حبيباتي وتنال رضاكم. الى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله.